بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات أهلا وسهلا بكم أبنائي الأعزاء تلاميذ السنة أولى، أهلا وسهلا بكم أعزائي. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا درس بسيط وسهل راح نتفهموه ببساطة شديدة. لما يكون أبنائي لدي هذا ماذا نسميه أبنائي؟ نسميه جدول. جدول، هذا جدول، وماذا به؟ الأشياء اللي مكتوبة داخل الجدول أو داخل اللوحة نسميها ماذا؟ نسميها معلومات، نسميها معلومات. إذن الأشياء المكتوبة اللي هنا لداخل هي نسميها المعلومات. هو يطلب منا في الكتاب أو في التمرين استخراج معلومات. وش معنى أبنائي استخراج معلومات؟ معناها نجبد معلومات، المعلومات اللي موجودة هنا نكتبوها هنا فقط. لاحظوا أبنائي في هذا المثال الأول ماذا لدينا؟ لدينا لهنا برنامج التلفزيون صباح يوم الجمعة. هنا مثلا ليلى والله هدى والله تشاهد التلفزيون وجاء هذا برنامج تلفزيون، مثل ما يعملوا لكم مثلا في سبيس تون يقولوا لكم مثلا وش يجي في سبيس تون مثلا؟ أبطال الكرة. أبطال الكرة مثلا على السابعة، يكتبوا لكم السابعة اللي هنا. مثلا برنامج اخر في سبيس تون ماشا، مثلا ماشا يقولوا لكم تحبوا ماشا، اكيد يقولوا لكم ماشا تجي على الخامسة مساء. هذه هي اللي احنا نستخرجوها، نستخرجوا برنامج تلفزيون نحطوه لهنا. لاحظوا ابنائي الاعزاء هنا لدينا صباح الخير يا اطفال تكون على السابعة، الثامنة تكون العباقرة الصغار، هنا عندنا التاسعة رسوم متحركة، وهنا عندنا العاشرة مسابقات وألغاز. لهنا قلنا الرسوم المتحركة على الساعة، نستخرج الساعة تاع الرسوم المتحركة، أين هي؟ ابحثوا عنها، ما نروحش نكتب الأولى، لا نبحث على، كتب لي هنا الرسوم المتحركة، ابحث عن الرسوم المتحركة. هاي الرسوم المتحركة على الساعة التاسعة، نكتبها كما هي أبنائي. لاحظوا 9:00 كما هي. أنا لما نستخرج المعلومات من الجدول أبنائي ما نغيروهاش ما نبدلوهاش. نروح نشوفوا شيء آخر، العباقرة الصغار، أين هي العباقرة الصغار؟ ها هي العباقرة الصغار على ثامنة، اكتب 8:00. ماذا لدينا؟ مسابقة والغاز هي الأخيرة راهي على 10:00، وفقط بسيطة جدا. نروحوا للتمرين الثاني. لاحظوا أبنائي هنا قلنا عندنا مجموعة من الكريات، أنا من خلال هذا الرسم راح نستخرج عملية. ماذا لدي أبنائي؟ ماذا لدي؟ عدد الكريات الحمراء هو أعطاني 4 كريات حمراء، هنا عندنا 6 كريات حمراء، واللي هنا زرقاء. إذا أنا هذه اللي هنا في الزرقاء لا أحتاجها. لماذا أبنائي؟ لأنه طلب مني عدد الكريات الحمراء. إذا ماذا أكتب؟ هنا لدي 6، ها هي 6، وهنا لدي 4، يعني نحسبوها بأصابعكم ولا بالخشيبات سهلة. يحيى هيا احسب لي، عندنا 6 في رأسك ودير هنا أصابعك، هنا 7، 6 في رأسي، 7، 8، 9، 10. إذن لدينا 10 تساوي 10، ولا تحسبوها بالقريصات كما شئتم. إذن لاحظتوا هنا أعطاني معلومات وأنا ما استعملتش جميع المعلومات، استعملت اللي طلبها مني فقط. هنا الكريات الزرقاء ما نحتاجوهاش ما استعملناهاش. نروحوا أبنائي للتمرين الثالث، السنة الأولى السباحة كرة السلة. قلنا بنات أولاد بنات أولاد. هنا في السنة الأولى الفوج تاع السباحة فيه 2 بنات و4 أولاد، وفوج كرة السلة فيه 6 بنات و5 أولاد. هنا قلنا عدد البنات في القسم هو
لاحظوا معايا هنا أبنائي جيدا. أبنائي الأعزاء لاحظوا جيدا هنا واش قلنا؟ قلنا عدد البنات في القسم هو أنا نجي منا من الجدول هذا والمعلومات اللي مكتوبة فيه ونعرف ما هو عدد البنات في القسم. احنا قلنا في فوج السباحة موجود 2، في فوج كرة السلة موجود 6، يعني عدد البنات ما نحسبش عدد الأولاد، نحسب فقط عدد البنات. 6 + 2 كم تساوي؟ بسيطة جدا، 6 في رأسي 7 = 8، إذا 8. هنا قلنا عدد الأطفال الذين يمارسون السباحة هو عدد الأطفال. لما نقول لكم أطفال أبنائي نقصد بها بنات وذكور، أطفال أطفال تجمعهم، تجمع البنات والذكور. الذين يمارسون السباحة، أنا نروح لهنا لجهة السباحة، ما هو عدد الأطفال؟ عندنا 4 أولاد + 2 من البنات تساوي 6. أحسنتم أبنائي. إذن أبنائي الدرس الذي يتبع هذا الدرس ما هو؟ في دفتر النشاطات ما هو؟ عندنا هذا التمرين بسيط جدا، ضع الإشارة فيه في خانة كل بطاقة بها ثمن 8 حبات فاكهة. أنا اللي هنا أبنائي أحسب البطاقة الأولى، إذا فيها 8 أضع، ندير لكم مثال واحد والباقي يعتمدوا على أنفسكم. نبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا هذه 8 أضع إشارة في وباقي أحسب. إذا كانت 8 أضع، إذا كانت أكثر أو أقل من 8 لا أضع الإشارة. هنا وش قلنا أيضا من خلال هذا الرسم اللي هنا أضع الإشارة أمام العبارة الصحيحة من خلال هذا الرسم. وش قلنا؟ قلنا الفراشات أكثر من النحلات، يعني عدد الفراشات أكثر من عدد النحلات. النحلات كم لدينا؟ 1 2 3 4 5 6 7، والفراشات 1 2 3 4 5 6. إذن هذه العبارة خاطئة، لا أضع أمامها العلامة، وقلنا ضع العلامة أمام العبارة الصحيحة. هنا ماذا لدينا أبنائي؟ الفراشات أقل من النحلات. نعم، احنا وجدنا أنه الفراشات 6 والنحلات 7، يعني عدد الفراشات أقل من عدد النحلات، إذن أضع العلامة. بسيطة جدا أبنائي. هنا ماذا قالنا؟ أحط، أحط يعني ضع داخل حيز، أحط هذه هي معناها أحط. أحط دجاجات بقدر عدد الأرانب، بقدر يعني مساوية لها، معناها قدها، هذه هي بقدر. أنا نحسب أول شيء عدد الأرانب، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن نجي لهنا أبنائي الأعزاء نحسب 8 دجاجات، 1 2 3 4 5 6 7 8، أحيط هذه الدجاجات. لاحظوا أبنائي اللي هنا في دفتر الأنشطة تكتبوا العدد 4، الرقم 4 عفوا. لاحظوا أبنائي اللي هنا ماذا أعطاكم هنا؟ هنا أعطاكم نقطة، يعني من النقطة هذه نبدأ، أبدأ من هذه النقطة. لاحظوا 4، 4 أنزل هكذا وأنزل، أذهب يمينا ثم أضع الخط. ليس هكذا أبنائي، ليس هكذا، ليس هكذا. أكتب 4 بهذه الطريقة، أبدأ من، عفوا، أبدأ من الأعلى وأنزل، أذهب يمينا ثم أضع الخط. إلى هنا أحبائي الصغار أقول لكم تحياتي، ونلتقي بحول الله في فيديو آخر. في أمان الله.